هنقول دلوقتي الفيش اناتومي. الفيش مكونه من هيد وترانك وتيل. الهيد عليها ستراكشر اسمه الاوبيركلم. الاوبيركلم ده بيغطي الجيلز. الجيلز متكونه بقى من الشرايط دي اسمها جيل راكرز، وبعديها الجيل ارش، وبعدين دول اسمهم جيل فيلمنت. تمام. نيجي على الترانك. الترانك فيها اول حاجه الانتستين، بتبقى اول حاجه تحت كده اللي هي الانتستين. فوق الانتستين فيه الهيباتو وبنكرياس، ده على طول كده. فوق هنا الحته دي الغامقه دي اسمها السبلان. فوق السبلان الاستومك. تمام اهي دي. تمام. فوق دول دول التست، دول التست. تمام. جوه هنا دي الكدني. تمام. هنا ده السوين بلادر، وده الهورت من جوه من تحت الاسود الغامق. تمام. بس كده.